بسم الله الرحمن الرحيم. المحامون الزملاء الأجلاء، استكمالا لسلسلة الأدلة التي نتناولها سويا خاصة مع السادة الأساتذة المحامين الشبان، وذلك لاستجلاء أمر الدليل في الدعوى الجنائية ومن واقع المرافعات الجنائية، نود أن نحيط العلم بأنكم نقوم بتأصيل الدليل أو الحديث عنه من الناحية القانونية والناحية القضائية، ونقدم جزءا من المرافعة التي تم تناول الدليل فيها، وذلك للمزاوجة بين التأصيل النظري وبين الأداء العملي الذي لابد للمحامي أن يعيه. كما قلنا وكما أسلفنا، مزاوجة بين مقطع من المرافعة يؤكد هذا الدفع وكيفية إبداءه أمام المحكمة، وأن هذه الدفوع آتت أكلها وآتت ثمارها بالنسبة للدعاوى، وذلك لتحفيز المحامي الشاب على أن أدائه وعمله من الممكن أن ينتج أثرا ويأتي بنتيجة، فعليه أن يتذكر ذلك جيدا، وهذه المزاوجة جعلت لهذا الأثر والإحداث في نفوس شباب المحامي. انتقلنا بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي إلى الشهادة الشهود. الشهادة إذا ما قلنا فيها أيضا سنقول ما يمكن تقديمه من الناحية القضائية والقانونية فيها، وأيضا نذكر بأننا هناك مقطع للمرافعة سيتم طبعا إدراجه في هذه الحلقة، وذلك لكي تطلع على كيفية تناول الدفاع لشهادة الشهود، وأن تناوله للشهادة وإثباته أن الشهادة لا تصلح أن يبتنى عليها حكم للإدانة قد آتى ثماره، وطرحت المحكمة أيضا هذا الدليل جانبا، وأتى دفاع المتهم فيها أكله، وستستمعون إلى هذه المرافعة في نهاية الحلقة كما تعودنا. الشهادة هي الإدراك، إدراك شخص للواقعة، والإدراك يكون إدراكا مباشرا بالنسبة للواقعة، إدراك الشاهد للواقعة بأحد حواسه، والحواس كما تعلمون فيما تناولتموه من دراسة بالنسبة للقانون وبالنسبة للأحكام، الحواس هي النظر والسمع والشم، وهي الحواس المتفق عليها بالنسبة لإدراك مأمور الضبط القضائي لواقعة التلبس، ولكن الأمر هنا سيكون فيه اختلاف سنوضحه أيضا في هذا التناول. الشهادة كما قلنا بذلك هي الإدراك الذي أورينا عنه. إذن فالشاهد يدرك الواقعة بأحد حواسه، تكون الشهادة مباشرة هنا في هذه الحالة ومنصبة على الواقعة تماما، أنه سمع بها، أنه شاهدها، أنه اشتم رائحة المخدر مثلا. ففي هذه الحالة تكون الشهادة منصبة على الواقعة مباشرة. طب وما وضع الشهادة المنقولة التي نقلت من شخص إلى آخر؟ هذه الشهادة أيضا للمحكمة مطلق الاختيار ومطلق التقدير لها بأن تأخذ بها وتقيم عليها حكمها إذا ما اطمأنت إليها. بمعنى أنه إذا سمع طفل حدث سواء دون 18 أو دون 14، طالما تبين للمحكمة وعيه وإدراكه عن شخص بأنه قام بارتكاب الواقعة أو روى هذه الواقعة أمامه وسمعته المحكمة، هل تأخذ المحكمة بشهادة هذا الحدث حتى ولو تعارضت بعد ذلك مع شهادة الشخص البالغ أو ذو الأهلية الجنائية الذي تراجع عن هذه الشهادة فيما بعد وكذب الصبي والصغير؟ نعم، تستطيع المحكمة أن تأخذ بها منقولة ولو عن الحدث ولو كذبه المنقول عنه. كما قلنا نتذكر بأن الأمر بالنسبة للدليل هو سلطان المحكمة عليه، والأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فإذا اطمأنت المحكمة إلى الشهادة يمكنها أن تعول عليها وتبدي أسباب التعويل عليها بالطبع، طالما كانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل هذه الشهادة لحكم الإدانة. هذا ما نود توضيحه في هذا الأمر. الشهادة بالطبع كما قلنا عن تقرير الطب الشرعي أو الخبرة في نصوص قانون الإجراءات الجنائية،
تناولتها المواد من 110 إلى 122 في قانون الإجراءات الجنائية، والمواد من 277 إلى 290 تقريبا أيضا، وبعض النصوص المتفرقة 208 413، يعني 3-4 نصوص متفرقة أخرى في قانون الإجراءات الجنائية. ستجدون ذلك أيضا تضمنته نصوص القانون التي نظمت هذه الشهادة وكيفية إبدائها بين شاهد إثبات أو شاهد نفي أو شاهد الواقع. هذا ما ستعودون إليه بالنسبة للمراجع والكتب حسب ما أوضحنا. هناك واقعة أيضا كما قلنا، هنا سنقدم هذه الواقعة إليكم حتى تكون الواقعة بالنسبة لكم نموذجا أيضا بالنسبة لإثبات هذه الشهادة ولإثبات مدى إعمال المحكمة لسلطتها على الدليل بالنسبة لها. وستجدون أيضا فيها ما يعينكم على فهم الشهادة على النحو الذي سنوضحه. الشهادة كما جاءت بهذه الدعوة بأنه أحيل أحد المتهمين بضرب زوجته ضربا أفضى إلى الموت، وحينما استطلع الدفاع استطلعت هذه الواقعة وجدت أن تقرير الطب الشرعي فيها قد جاء بالقول بأن الواقعة تحدث وفقا لمذكرة النيابة العامة، وأنه توقيت الواقعة معاصر لتوقيت أيضا الإصابة، معاصر لتوقيت الواقعة، وحدوث الوفاة أيضا يحدث نتيجة للواقعة على النحو الذي أورى تقرير الطب الشرعي. إذن تكلم في حدوث الوفاة نتيجة للضرب الذي أوري عنه، وتكلم عن أن الواقعة بالإصابات التي فيها من الممكن أن تحدث الوفاة، لأنه وجدت كدمات شديدة في رأس المجني عليها رحمة الله عليها، وكان المروي عن الزوج أنه يقوم بالاعتداء عليها وضربها دائما، وقام في هذا اليوم ضربها على حسب أو على نحو ما أقر شهود الواقعة في الدعوة وأحالت النيابة العامة المتهم. طلعنا أقوال الشهود في هذه الدعوة فوجدنا أن الشهود ابتدأت بالقول بأن هناك مجموعة من النسوة المجاورين لمنزل المجني عليها والمتهم، قالوا سمعنا صراخها بأنه يقوم بضربها، فوجدوا أن هناك رجلا يذهب إلى عمله فسألوه أن يطلع أو يقوم بالصعود إلى سلم حيث تسكن في المنزل المجاور لهم وليرى الأمر، أو يحاول إذا ما كان الزوج يقوم بالاعتداء بإيقاف الزوج بالاعتداء على زوجته، الزوج المتهم بالطبع. فقال بأن الزوج حينما روى شهادته أيضا في الأوراق قال بأنه صعد وقام بطرق الباب ففتح له الباب، فحينما ظهر له الأمر قال وجدت زوجته شعرها منكوش، بعد أن سمع صوت صراخ في الشقة مسكن الزوجية ومحل الواقعة كما قيل. هذا ما حصله هذا الشاهد فقط في الأوراق. ثم طلبت منه قال له أنت عايز إيه على حسب ما قال، قال له أنا جاي أشرب معاك الشاي، فقال له لا مش هتخش، ما تخشش يعني مش وقته وكده وبتاع. فهو زي ما هو قال هذا الكلام وقام بالنزول من على درجات السلم، وهذا ما احتوته شهادة هذا الشاهد وما تم تحصيله من خلاله في الأوراق. ثم بعد ذلك أيضا ما أتى بالمتهم إلى لائحة الاتهام هم شقيقات المجني عليها، وكانوا على مشاكل مع الزوج، وقررت ابنته في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان مانعهم من دخول منزل الزوجية، مانع أهلها أنها تخش عندهم أو تجيلهم زيارات وما كانش بيروح عندهم ومانعهم، ده كان الوضع. ولذلك كانت شهادتهم عليه شهادة ظنية وسمعية فقط، وبها شبهة التحامل. ليه؟ لأن هم في خلافات بينهم وبينه، وهو منعهم على حد ما قالت بنتهم، وبالتالي فهذه الشهادة لا يمكن أن تكون منصبة على الواقعة مباشرة، ولا يمكن أن تستوثق المحكمة حتى بالاطمئنان إليها ولو كانت شهادة سمعية لأنها ملك له، ولكن نتجت عن شاهد بينه وبين المتهم خلف،
فالمحكمة هنا في هذه الحالة قد تأكدت من أن هذه الشهادة من شقيقتي المجني عليها بها تحامل. طيب والشاهد اللي هو صعد حينما أخبره النسوة لم يحصل رؤية للواقعة، لأنه قال بأنني صعدت إلى حيث سكن الشقة وحينما رأيت أورى بما أوريناه، ولا يوجد هناك في هذه الحالة لا يوجد رؤية له يقوم بالضرب. قدم في المحضر من شقيقات المجني عليها محضر ضرب سابق، وكان قبل الوقعة بحوالي 4 سنين أو 5 سنين. فحتى حينما ناقشنا ذلك وقلنا بأن هناك وقائع ضرب موجودة، موجود في وقائع ضرب موجودة، في تعدي، في تعدي، هذه سلوكيات تألف عليها بيئات ومجتمعات معينة، يضرب الرجل زوجته في الصباح ويتصالح معها في العشية، هناك مجتمعات درجت على مثل هذه السلوكيات وأتلفت عليها. لكن حينما نتكلم مع المحكمة في ذلك لابد أن نقول كما أورينا، لابد أن نذكر بأن الواقعة المروي عنها وهي واقعة الضرب في ذات يوم الواقعة هي الواقعة التي بينها وبين حدوث وفاة المجني عليها علاقة سببية. فإذا لم يكن هناك دليل على إقامة علاقة السببية بين واقع الضرب المتهم للمجني عليها في يوم الواقعة ووفاتها، أضحى المتهم في هذه الحالة لا يمكن نسبة الاتهام إليه، ولا يمكن إلا القول بأنه بريء من هذه الواقعة، ولا يوجد سند للإدانة فيها، لأنه لم يثبت بأنه هناك واقع الضرب قام بها، وأن واقعة الضرب التي قام بها هي المتسببة في إحداث الوفاة. طبعا بالطبع كانت تناول أقوال الشهود كلهم، حتى مجري التحريات حينما سئل قال هو معتاد الضرب، يعني حينما سئل عن علاقته بزوجته قال عنه بأنه يعتاد ضربها. فحتى أن النيابة العامة حاولت استجلاء أقوال الشاهد إلى حد يفيد الواقعة إثباتا أو نفيا، قالت له هل تجزم بأن هناك لهذه الوفاة شبهة جنائية؟ قال تحرياتي لم تتوصل. هل توصلت تحرياتك إلى أن قيام المتهم بضرب المجني عليها هو ما أحدث الوفاة فيها؟ قال تحرياتي لم تجزم. إذن في كل هذه الأسئلة من النيابة العامة لم يجزم مجري التحريات بأن هناك شبهة جنائية، ولم يجزم مجري التحريات بأن واقع الضرب المجني عليها من قبل المتهم هي ما أحدثت الوفاة، ولكن قال بأن هناك علاقة بينهما وهناك وقائع ضرب قد حدثت، وقدموا محضر ضرب في 2015. حتى حينما سألنا عليه السيد المستشار رئيس الدائرة قال ما في واقع الضرب حصلت في 2015، قلنا ما تم التصالح وعادت إلى منزل الزوجية، والواقع دي بقى لها 4 سنين. يبقى إذن لا، ليس بالضرورة أن هذه الواقعة أيضا هي التي قامت أو هي التي نتج عنها الوفاة كما أورين. طبعا سأترككم في هذه الحلقة تستمعون إلى الجزء من المرافعة الخاص بتفنيد أقوال الشهود على هذا النحو، وإن شاء الله أيضا في آخر تناول الشهادة سنقوم بوزنها من الناحية القضائية كما وردت في قضاء النقض. طبعا كل هذه نقدم أمثلة وليس شرحا مستفيضا، وذلك حتى يتسنى للمحامي الشاب أن يقوم بالبحث فيما نتناوله، ونضع لعلنا نضعه على الطريق الصحيح في بحث قضاياه إن شاء الله. والحاضر مع المتهم التمس براءته من الاتهام المشمل إليه ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي محل الاتهام، كما دفع بعدم وجود ثمة دليل للإدانة وفق ما هو ثابت في الأوضاع. صاحب المعالي أستاذ الرئيس، أصحاب المعالي أستاذ المستشارين. تفضل يا فندم. هو مرافق المتهم بدماغه دي لما كنت في الليلة من المستشفى تقول لك إنك مش عارف تصرف في الفلوس. تمام؟ وقلت له عطى ايه؟ قلت له مش هعرف اتفضل.
قلت له تعال اتفضل ولا قلت له لا لا مش مش والله قلت له خش اربع مرات قبل ما قالت لي شيء ربنا الاعلم والله قلت له اربع مرات النقطه كانت بتتكلم ليه؟ ما كانش في حاجه والله هي كان لعل الفرصه تفقد على الباب زي ما بتقعد كل شويه قلت له ما تروحيش وما ردش الشغل بسبب الذنوب ده ربنا الاعلم ماشي اتفضل صاحب المعالي السيد الرئيس اصحاب المعالي السادة المستشارين الاجلاء حقيقة حينما طالع الدفاع الواقع وطالع أدلة الثبوت التي أوردتها النيابة العامة في قائمة الثبوت وجد أنه لا يمكن على الرغم من تعداد شهود الإثبات التي أدرجت بقائمة الثبوت وفق ما أدرجته النيابة العامة لا يمكن أن يستند إلى دليل يقيني وفق ما تعلمناه قضاء منكم بصحة نسبة الاتهام إلى المتهم. آية ذلك الشاهد الذي تفضلت المحكمة بمناقشة المتهم في أمره. أولا هو عطف الرأي حينما قرر بأنه كان بالشارع ذاهبا إلى عمله الساعة الثالثة صباحا أو السابعة صباحا فوجئ بالنسوة يتناقل ما خبر بأن الرجل يصيب بالاعتداء على زوجته ويسمعون صراخ. قال حسب ما أضافت السيدة هي شقيقة المجني عليها والوالي لأقوالها بقائمة الثبوت عليها طلبت من عطاء فراد أن يصعد ليأتي منه فقرر عطاء في أقوال بتحقيقات النيابة العامة بأنه صعد حيث سكن الرجل المتهم وزوجته ففتح له الباب ولكنه قال حسب رواياته قال له أنا جاي عشان أشرب معك الشاي هذا كلام عطى في تحقيقات النيابة العامة الساعة الثالثة صباحا أو السابعة صباحا فقال له لا أنا ما تخشش وما تجيش اتفضل قال رأيت زوجته شعرها منكوش حتى ما حتى حينما أرادت النيابة العامة أن تستنبط الشاهد بمحاولة هل شاهدت واقع التعدي بالضرب من المتهم على المجني عليها قال لا هل تجزم بأن المتهم باعتدائه على المجني عليها هو المتسبب في إحداث وفاتها النتيجة التي وصلنا إليها قال لا معرفش هذه محصلة الشاهد الأول أنه لم يرى واقعة اعتداء وإن كان قد صعد حيث سمع بالصراخ من كلام المتوى التي أخبرناه بذلك حسب ما ورد بأقواله تحصيلا من الأوراق ليس إلا ونحن نتعلم منه لأن الأدلة وإن بنيت تبنى على الجزم واليقين لا يمكن أن تبنى على الظن والتخمين وأن قرآننا المجيد حينما خاطبنا قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يمكن أبدا أن نتبع الظن حتى لأنه لا يغني من الحق شيئا وخاطرت القاعدة الأصولية القانونية في ذلك بأن الأحكام تبنى على جزم ويقين لا على شك وتخمين محصلة بقية الشهود الواردة بقائمة الشهود السيدة نجاة هي زوجة هي شقيقة زوجة المتهم شقيقة المجني عليه والتي أورد محض الاستدلال بأن من تدعى مجدة وهي المقيمة سكنا بالمنزل الذي يقتل به المتهم وزوجته أشارت إليها بهذا الصراخ الذي تسمعه وأن هناك قد يكون واقعة ضرب من المتهم لما اشتهر به من علاقة التشاجر مع زوجته وأن هناك محضر قالوا قدموه كان في 2015 جنحة وتصارحت فيه ولكننا لا ننكر من خلال الأوراق التي أقصحت لنا بيقين لأن هناك علاقة زوجية استمرت 25 عاما بينهما ولو أن وقائع الضرب كانت بالجسامة حتى التي كانت حسب ما تم تحصيله أيضا من قائمة الشهود وحسب رواية شهود أنه دائما التشاجر معها أو بأنه دائما التعدي عليه إلا أن واقعة إلا أن زواجها استمر حتى هذه الواقعة لم يحدث إن كان هناك تعديا جسيما منه طيلة هذه الفترة عليها ولو اشتهر بذلك لانفصلت عرى هذه العلاقة من قديم الأزل أو منذ زمن بعيد قبل هذا التوقيت هذا المحضر الذي تم في 2015 قيل بأنه تم ايضا ان علاقات التشاور بينهم قد تزيد الامور قد يقوم اشقاؤها مثلا بالقول لانك لا بد ان تقومين بعمل محضر الله عملت المحضر
رحمها الله، ثم تصالح وعادت إلى مكة للزوجية مرة أخرى في 2015 سنة، كانت رقم محضر البن حافظ. وإذا سلوك عادي في أوصاف ثقافية أو جهدية معينة كثيرة بين زوجات أزواج، يعني ما قرأناه عن الغدر مثلا، يقولون بأن الرجل يضرب زوجته في الصباح أو في العشية ثم يضاجعها في آخر الليل، سلوكيات تألف عليها مجتمعات معينة وبيئات ثقافية معينة. ولكن أنا حينما أتكلم عن واقعة وفاة المجني عليها فترة التعدي عليها بالضرب، لابد أن يكون هناك علاقة شبابية واضحة بين واقعة الضرب المنسوبة إلى المتهم اختراقها والتي تعدى فيها الأمر إلى وفاتها. لا نجد أن هناك ما يشير من الأوراق إلى يقين ثبوت هذه الواقعة قبل المدة. كل محصلة أقوال الشهود بنيت على شهادات سمعية وظنية لا يقينية، أو من الممكن أن تكون جازمة للقول بأن هناك من شاهد منهم واقعة فلا اعتذار عليه. مدى إنما سئلت في تحقيقات النيابة العامة وأثنت إليها شقيقة المبني عليها بأنها هي التي أخبرتها بأن هناك اعتداء قد تم، قالت لا أنا قلت صورت لها لأن أنا سمعت صراخ فوق بس، لكن ما كانش في وقع اعتداء ما شفتهاش. أقبلت تحقيقات النيابة على هذا النحو. ابنة المجني عليها والمتهم وهي شاهدة الواقع، وهذه هي الشهادة التي يرى الدفاع بمنظور متواضع أمام منظور المحكمة ورؤيتها تحصيل الوقائع بالطبع والتي نتعلم منه، هي شاهدة الواقعة العدول بين أبيها وأمها والتي كانت في مسرح الواقعة وهي الشقة التي كانت محل هذه الواقعة. قالت بأنني أذهب في الساعة الثانية من بعد الظهر، وذلك للقيام بتوظيف المنزل وعمل الغداء وبساعد أمي في الفترة دي، فرح ذهبت خبر فتحت، فحينما دخلت قالت لي خلاص تعالي تتأخرك فأنا عملت الغداء، فقالت الغداء جهز احنا هنتغدى. حسب تحصيل رواية ابنتهما في تحقيقات النيابة العامة فمن في صدر 4-5 من التحقيقات، فقالت فدخلت أمي المطبخ ثم خرجت ثم دخلت إلى الحمام ثم عادت خرجت من الحمام ثم دخلت إلى غرفة شقيق الذي توفى ابنها اللي مات من 10 أيام سابقة على هذه الواقعة، وقالت قامت بالصواف 3 مرات ثم دخلت نامت على السرير وتغطت وتشنجت وقالت ظللت أنا وأبي نقوم بتدليكها حتى تفيق مما هي فيه ولكن لم يحدث، فقمنا بإحضار توك ونقلناها إلى المستشفى، ثم عدنا من المستشفى فأحضر أبي طبيبا آخر لها قد يسعفه فيما حدث، ولكن الطبيب الذي أتى قال إنها قد فارقت الحياة. كانت متواجدة ابنتهما وهي شاهدة الواقعة والمسؤولة في تحقيقات النيابة العامة في صادر 3-4-5 إلى صفقة في تحقيقات النيابة العامة، وهذه لم تدلس على أمها ولم تبيعها قبل أبيها، وهي البنت التي بالفطرة تقترب من الأم أكثر من الأب، والتي قالت بأنه لم يحدث اعتداء. وحينما واجهتها النيابة العامة فيما تدعيه كل من دقيقتي المجني عليها عن أن واقعة وفاة والدتها المجني عليها هي ما ناتج التعدي من أبيها عليها، قالت بأن ذلك لم يحدث وأن هناك مشاكل بينهم وبين والدي لأن والدي مانعهم من دخول منزلنا وعلى خلافات معه، وهم يحملونه النتيجة إثر شهادة تحامل منهم عليهم ناتج عن الخلف الموجود بينه وبينهم. هذا ما قالته ابنة المتهم وابنة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة. حتى أن السيد مجري التحريات حينما جاء إلى تحقيقات النيابة العامة في صف 39 من التحقيقات يا فندم، شكرا جدا، في صف 39 من تحقيقات النيابة العامة يا فندم، حينما سئل هل تشتبه أن تكون هناك شبهة جنائية في وفاة المجني عليها، قال تحريات لم تتوصف. هل تستطيع لنا أن تجزم بأن وفاة المبني عليها ناتجة عن فكرة تعدي المتهم عليها بالضرب؟ قال تحرياتي لم تجزم. لكن ماذا جذب التحريات؟ التحريات جذبت أن هناك هو دائم التعدي عليها كما يشاع وكما يقر وكما هو يقر. في خلافات في وقائع تشاجر سابقة فيه، ولكن هناك حدث عارض تدخل في حياتهما وهو وفاة نجلها ونجله
منذ 10 أيام سابقة على الواقع. هذه الوفاة أدت إلى أن تكون حالتها النفسية سيئة كما قرر جميع شهود الإسلام. قررت مجد عبد الفتاح شهادة الإثبات الثانية فن في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت دائما في هذه 10 أيام تقوم الصراخ والمناداة على ولدها في هذه الفترة. وقررت ابنتها بأنها أخبرتها في تحقيقات النيابة العامة في صاد 5 وصاد 4 فندم. قررت ابنتها بأنها أخبرتها بأنها لن تستريح إلا وأن تذهب لابنها حسب ما أورد. هذا ما أكدته الأوراق وطالعتنا به على نحو ما طلعناها. وبناء على فندم يعني ألتمس الدفاع براءة المتهم مما أسند إليه حسب ما تعلمناه من قضائكم المجدل. نشكر على متن فرد المستشفى الكبير عبد الظاهر. شكرا. أشكر لكم طبعا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن ألتقيكم على خير الله وبركاته في استكمال سلسلة الأدلة. أشكر لكم شكرا جزيلا. شكرا.